السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحيط 60. تتكون الفيلا من 3 إلى 4 غرف، يعني إذا تريدها 3 غرف تستطيع، إذا تريدها 4 غرف مع الغرفة في الخلف. نبدأ هنا صالة الجلوس، هنا صالة جلوس أخرى مع التلفزيون والمكتبة التلفزيون، يوجد فيها قنوات عربية واي فاي. بالنسبة للغرف، الغرف تتكون من سرير دبل مع المكيف مع حمام داخلي، الماء حامي وبارد، دولاب كبير مع نافذة كبيرة تطل على المنظر الجميل، والغرفة الثانية مع الحمام. طبعا الغرفة تطل على المسبح كذلك، هذا مسبح الفيلا. وهذا يعتبر تبع الغرفة الرابعة، إذا مثلا هذه الفيلا ما كفتش 3 غرف يقدر يفتح لكم الغرفة الرابعة. وهذه الغرفة الثالثة والأخيرة مع الحمام، دولاب، غرف واسعة، فيلا جديدة أثاثها جديد. هذا مدخل منعزل السواق والطباخ الذي تطبخ الأكل، تدخل الأغراض على طول المطبخ. سلامتكم.